الاتحاد الرياضي المنسير للموسم الرياضي 2023-2024 الإشارة وأن الجلسة العامة الانتخابية تم تأجيلها نظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة على الكتابة العامة للنادي. النادي الصفاقسي برمج مباراة ودية غدوة ضد نادي الأخضر الليبي بمناسبة افتتاح ملعبه الجديد ملعب الوادي الكبير في ليبيا. في حديثنا على ليبيا اليوم العشية باش يكون موعد سفر شكري للخطوي إلى مدينة بنغازي لتولي تدريب بطل الدوري الليبي نادي النصر. أيضا سيكون إلى جانب المدرب المساعد سامح الدربيلي المعد البدني لطفي الرجيلي والمختص في الإحصائيات سمين نجح. من أخبار المدربين كذلك اليوم باش يكون أول حصة تمارين للمدرب كمال الزويق على رأس نادي السكك الحديد الصفاقسي. للإشارة نادي سكك الحديد الصفاقسي لازال ينتظر في منحة تكوين المدافع على غرام في انتظار التسوية مع نادي الصفاقسي قبل لجوء للتشكي بالسي اس اس. الهيئة المديرة للشباب الرياضية بالعمران راسلت ولي تونس من أجل طلب استثنائي بخصوص مقابلة يوم السبت القادم ضد مستقبل سليمان من أجل استغلال ملعب الطيب بن عمار بعد انطلاق أشغال صيانة العشب بملعب شادلي زويت. وطلب استثنائي آخر هو السماح بحضور 1500 متفرج من وراء السياج على منوال ما تم السماح به في ملعب مجاز الباب خلال الجولة الفارطة. وحكيت على البطولة عنديكم تعيينات مباريات الجولة السابعة ذهاب للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعب على دفعتين يوم السبت 4:30 مباراة القمة في ملعب حمد العقرب ببيراتس نادي الإفريقي صديق اتحاد المنسيري مباراة منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الأولى وأيضا قناة الكاس. بقيت المقابلات ينطلقوا قبل مع مضي ساعتين الشباب الرياضي بالعمران مستقبل سليمان مباراة في زويتن باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. في جابس المعاشر ما 2:30 مستقبل الرياضي بجابس النجم الرياضي بالمتلوي في الصناعي بن قردان ما 2:30 الاتحاد الرياضي بن قردان ملعب التونسي مباراة تكون منقولة على الوطنية الثانية. بتبيع كل المقابلات إذاعيا منقولين معنا في رياضة وهداف. يوم الأحد أيضا ما 2:30 كل المقابلات من الأولمبي بسوسة النجم الساحلي الترجي الرياضي مباراة الكلاسيكو في الوطنية الأولى تلفزيا أيضا بشيتم نقلها في قناة الكاس. في ملعب الطيب المهيري نادي الصفاقسي يستضيف الأولمبي البيجي وكما قلت أيضا مباراة ذي بشكون منقولة على الوطنية الثانية تلفزيا. في قفص المعشب خواف القفص يستضيف الاتحاد الذي بتطاوين في مركب رياضي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل النادي الرياضي البنزرتي. إن شاء الله أيضا جولة ثامنة ستلعب نهاية الأسبوع المقبل قبل فسح المجال لتحضيرات المنتخب الوطني لمباراتي الجولة الخامسة والسادسة من تصفية الكان كان المغرب ضد مدغشقر. المباراة هذه بتلعب في جوهانسبورغ يوم 14 نوفمبر ضد غامبيا في رادس يوم 18 من نفس الشهر في ملعب رادس. حكيت على تعيينات مقابلات الرابطة المحترفة الأولى الجولة السابعة. أيضا في الرابطة المحترفة الثانية نعطيكم تعيينات الجولة الثالثة أيضا باش تلعب في زوز فوعات يومي السبت والأحد. مقابلات الكل ينطلقوا في نفس التوقيت مضي 2:30 يوم السبت في المجموعة الأولى مستقبل مرسى يستضيف شندوبة الرياضية مباراة هذه باش تلعب دون حضور الجمهور. مستقبل وادي الليل يستضيف نادي سبورتيغ المكنين. هلال مساكن يستضيف نادي رياضي القربي. القلعة الرياضية واجه جمعية رياضية بأرينا في نفس اليوم يوم السبت لكن حساب المجموعة الثانية هلال الشابة سكاك الحديد الصفاقسي نادي محيط قرق نصر جنمة كوكب عقارب يستضيف الأمل الرياضي بجربة. يوم الأحد بقيت المقابلات في المجموعة الأولى أيضا ما 2:30 جمعية مجرين الأمر الرياضي بحمام سوسة. نادي حملم في يستضيف نجم الرياضي الراتسي. مكان المهدية الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. في المجموعة الثانية أيضا يوم الأحد ما 2:30 الشباب القراونية يستقبل ملعب الجيبسي. مستقبل الرياضي بقاسرين يستضيف التقدم الرياضي بسقية الدير. أولمبيك سيدي بوزيد يستضيف الهلال الرياضي بالرديف. أمل الركبة يستقبل البعث الرياضي ببوحجلة. إلى كرة الطائرة منتخب الأكابر يسافر اليوم للعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في نهائيات البطولة العربية من 30 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل. تونس موجودة في المجموعة الأولى الجولة الأولى يوم 1 نوفمبر مساء ضد عمان. الجولة الثانية يوم 3 نوفمبر أيضا مساء ضد العراق. الجولة الثالثة يوم 5 نوفمبر 5 ضد البحرين.
تذكير بقائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في البطولة العربية: خالد سليمان، عمر العقربي، نبيل الميلادي، محمد علي بن عثمان، علي لشعل، طيب القربصي، محمد ريدان، فادي بن حميدة، سيم المباركي، حمزة حفيظ، اسكندر الملولي، الياس بوعشير، محمد بن يوسف، علي بنجي. ذكر مدرب المنتخب نوردين حفيظ مع المساعدين حسني قرموسي ومحمد بن سليمان. إلى كرة السلة، بطولة البرو آ كابر، نذكر غدوة الستة تتلاقى مقابلة الجولة الأولى إياب في قاعة بن عمار، نجم حرق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. في قاعة مزار، الاتحاد المناسيري يستقبل شبيبة المنازة. في قاعة جرومبيليا، ديال الرذيب بجرومبيليا يواجه النجم الرياضي الساعلي. في قاعة خواجة بالمهدية، نادي كرة اليد أو نادي كرة السلة بالمهدية يستضيف الشبيبة القيروانية. في قاعة بوهيما، نجم الراسي يستضيف اتحاد الأنصار. يوم الجمعة المقبل باش يكون اليوم الافتتاحي للمهرجان الدولي للكرة الحديدية الذي سيقام في القلعة الخصبة بالكاف يومي 2 و3 نوفمبر بتنظيم نادي رياضي الكرة الحديدية بالقلعة الخصبة بالشراكة مع الجامعة التونسية للكرة الحديدية ورابطة الوسط والجنوب. دورة دولية مشاركة 11 دولة: الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، لبنان، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، سويسرا وتونس البلد المنظمة. نرجع لكرة القدم وتذكير بالفائزين بجوائز حفل الكرة الذهبية لعام 2024 اللي أقيم البارح في العاصمة الفرنسية باريس، اللي تمنحها مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية: أفضل لاعب متوسط الميدان الدفاعي لمانشستر سيتي الإسباني رودري، أفضل لاعب واعدي مهاجم برشلونة لامين يامال، أفضل مدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، أفضل نادي رجال هو ريال مدريد، أفضل هداف الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال، أفضل حارس مرمى الأرجنتيني إيميليو مارتينيز حارس أستون فيلا، أفضل لاعب الإسبانية إيتانا لاعبة برشلونة، أفضل مدرب الإنجليزي إيما هايس مدربة الولايات المتحدة الأمريكية، وأفضل نادي للسيدات برشلونة الإسباني. دائما مع كل قدم كأس القارات للأندية، اليوم الستة لحساب الدور الربع النهائي: الأهلي المصري يواجه العين الإماراتي، مباراة من أجل التأهل للدورة النصف النهائي اللي باش يقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة ريال مدريد الأسباني، باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية. كما ذكرت اليوم الستة لحساب الدور الربع النهائي لكأس القارات الأهلي المصري العين الإماراتي. العين الإماراتي في الدور الأول فاز على أوكلاند سيتي من نيوزيلندا 6-2. أوروبيا، اليوم البطولة الإيطالية لحساب الجولة العاشرة: 6:30 ليتشي يواجه إلاس فيرونا، كالياري بولونيا، ولا 9:15 الميلان يلاقي نابولي. الدور 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: 9:15 ساثامبتون يواجه ستوك سيتي، 9 برينتفورد يواجه شيفيلد وينزداي. منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا، أبرز المواجهات: 6 باير ليفركوزن يواجه إلفرسبيرغ، أوكسبورغ يلاقي شالكس في الرابعة، لايبزيغ سان باولي، سان باولي فريق نشط فيه لاعبنا الدولي ليس سعد، 9:15 شوتغارت يواجه كايزر سلاوترن. أيضا اليوم هناك مقابلات من الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، فمش مواجهات كبيرة: لاس روزالس يواجه إف سي سي في، مباراة تنطلق 8 نفس الموعد، مباراة جوفي إسبانيول يواجه ريال سوسيداد. عربيا مش كامل مع منافسات الدور 16 لكأس السعودية: الأربعة النجم الرائد الطائي يواجه الهلال، 6:30 النصر التعاون الفيحاء العربي، البارح نذكر تأهل كل من الشباب على الرياض 2-0، القادسية على 1-2، والاتحاد على الجندل 2-0. بالكأس السعودية نكملوا فلاش سبورت. هي طيبة للقاء.